يعني لو انا في الجيت يوزرز كان عندي ايه يا عمي؟ والله كنت معرف مسج وكنت معرف array of ايه؟ of users. تمام؟ والarray of users دي لو انا رجعت لها هنا انا بصيت لها كده هي اصلا ما كناش معرفنا حاجه ماشي. اليوزرز دي ولا حاجه يعني دي احنا لسه معرفينها وهنجيب فيها الداتا بس هنعبي فيها البيانات بتاعتنا. فقلت له ماشي توكل على الله. نفس الكلام قبل النوت في الفايل بتاعنا هنا اعرف مسج بس مش يوزرز هسميها ايه؟ برودكتس اللي هي المفترض الشاشه الصفحه ال اتش تي ام ال بتاعتي تجيب منها. دلوقتي مش هتطلع ايرور لان الاري بتاعت البرودكتس هتبقى فاضي يعني الاري فاضيه صح؟ احنا عارفين الاري فاضي. فالمفترض ان اللوب ده يجي يشتغل دلوقتي يلاقي البرودكت مفيش البرودكتس فاضيه فمش هيعمل لوب فهيكتبه الفاضي المفروض يعني. لو احنا رحنا قال لي ليست اوف برودكتس وقال لي اي دي والنيم والكاتيجوري والديسكربشن والبرايس والاكشنز اكتبه الفاضي فعلا. تمام كده؟ مظبوط؟ بس ما ضربش. تمام. ستور بقى جاي فاضي لان لسه ايه البيانات عندي فاضيه. هنا اهو. فانا مفترض ان انا اعمل بقى الكود اللي لود الداتا دي. طب احنا كنا عملناه ازاي واحنا بنجيت ال طبعا انا بوريكم ليه كنا عملنا ايه عشان تبقوا انتوا عارفين ان احنا بنستفيد من احنا اتعلمناه وبنكبر الشغل. فاهمني؟ تبقوا عارفين ايه اللي بيتغير وتحسوا بقى بالكود والشغل اللي فيها. كانت الصفحه في بدايه اللود كانت بتعمل ايه؟ كانت بتقوم وبتنادي على حاجه اسمها اول يوزرز وبتشتغل عليهم وكنا معرفين يوزر سيرفيس. قلت له نفس الكلام بقى هنعمله فين؟ بس في البرودكت. في البرودكت. قلت له ماشي احنا هناخد ده كده وهنروح والله احنا عندنا برضه البرودكتس هنا بس مش هقول له يو سيرفيس هقول له بي بي اس اللي هي برودكت سيرفيس ومش هيبقى اسمها اول يوزرز هيبقى اسمها اول برودكتس مثلا صح؟ امشي على نفس السياق واقول له ذيس دوت يوزرز هقول له لا ذيس دوت برودكتس صح؟ هتجيبها من الريزلت ولو كان في مسج ايرور هقول له ايرور وين لودنج ايه؟ برودكتس ديتا. طيب البي اس دي هي ايه؟ قلت له البي اس دي المفترض نعرفها اللي هي البرودكت سيرفيس لازم نكون معرفينها. فاحنا المفترض ان احنا في احنا حطينا الكود بتاعنا في الان جي اون انشيت احنا حطينا الكود بتاعنا في الانشيت خدوا بالكم احنا هنا كنا حاطينه في الكونستراكتور احنا هنا غلطنا وحطيناه في الانشيت المفروض نحطه في الكونستراكتور ماشي؟ هقول له ماشي احنا اسفين يا ريس احنا بس ايه الكلام اخدنا زياده عن اللازم بس احنا ما جبناش حاجه غلط يعني احنا بس هنحطه في الكونستراكتور على اساس ان هو اول ما ايه الكونستراكتور اول ما ينال على طول يبدا الدنيا تشتغل بس البي اس احنا محتاجين نعرفه لازم نعمل له امبورت هنا من فوق صح؟ انا اقول له انا عايز اعمل امبورت لحاجه اسمها البرودكت سيرفيس صح؟ وده هيجيبها منين؟ هقول له فروم وزي ما عملنا هنا في اليوزرز بالظبط زي ما رحنا نادينا من اس ار سي على الاب على السيرفيس على اليوزر سيرفيس هنادى على نفس الاسلوب بنفس الاسلوب على مين؟ في البرودكت تمام؟ انا اقول له هتروح من اس ار سي على دكتور سيرف حضرتك كاتبها بالسي مش بالفي سوري هظبطها طبعا هو طلع عليها ايرور دلوقتي تمام اب وجوه الاب عندنا السيرفيسز وجوه السيرفيسز عندنا الايه البرودكت برودكت سيرفيس تمام هيقول لي مفيش عندي ده رحت ما لقيتش حاجه اسمها برودكت سيرفيس فقلت له اه عشان كاتبين ايه سيرفيس تمام حلو طبعا احنا كده استدعيناها فوق عشان نستخدمها محتاج انا هنا اقول له ايه لازم اعرف الاوبجكت اعرف منه برايفت بي اس والبي اس ديت جايه من البرودكتس ايه سيرفيس طيب بدا يفهم البي اس عرفها ان هي برودكت سيرفيس بس اتعلم على الاول برودكتس ليه لان البي اس كبرودكت سيرفيس مش جواه فانكشن اسمها اول برودكتس وبناء عليه هو مش لاقيها يعني المفترض لو رحنا على السيرفيس فايل بتاعنا ده تمام البرودكت سيرفيس بتاعنا مفيش اصلا فانكشن اسمها اول ايه اول برودكت زي ما كانت يوزر سيرفيس كان عندنا حاجه اسمها انزل تحت اسمها اول يوزرز صح؟ احنا المفروض نعمل حاجه شبيهه ليها اسمها اول ايه؟
واقول برودكت. سيرف اول برودكتس، فانا اخد كوبي من دي واقول له ماشي، انا هروح اعمل هنا جوه الحته الجميله هنا دي جوه الكلاس بتاع البرودكت سيرفيس، واقول له انا هسمي ده اول ايه؟ اول برودكتس، صح؟ وهنا معرفين الهيدرز ومعرفين ترو واحده واحده، تمام مش مشكله. بس في حاجات تانية طبعا لو عارفين الهيدر هتدوس كنترول او ما جابهاش، تمام هعمل له امبورت دلوقتي، لكن مش دي قضيتنا بس، احنا عندنا كذا قضيه احنا محتاجينها. ال HTTP مش متعرف، اليوزرز كموديل مش متعرف، صح؟ الباث بتاع الاي بي اي مش متشاف، اللي هو المسار الرئيسي. فتروح واحده واحده بقى، احنا محتاجين كذا حاجه هنا من الملف بتاع اليوزرز ده. اولا محتاجين ننادي على اليوزر موديل، تقول لا عايزين ننادي على حاجه اسمها برودكت موديل، لو مش موجود نعملها. عايزين ننادي على حاجه اسمها اتش تي بي كلاينت واتش تي بي هيدرز، تقول ايوه دول عايزينهم، تمام. تقول فانا هاخد كده دول، والاي بي اي لازم نعرف الاي بي اي عشان تبقى الاي بي اي بتاعت البرودكتس موجود على انه عنوان. قلت له ماشي حلو، انا هعمل امبورت في الاول، امبورتس اللي فوق زي ما هي، لكن امبورت بتاعت اليوزرز لا، هتبقى مفترض اسمها في عندي حاجه اسمها برودكتس، ودي هتبقى جايه من حاجه اسمها برودكتس. برودكتس دوت ايه؟ دوت موديل، تمام؟ الموديل بتاعنا هنا كان عباره عن كلاس، احنا عاملين ديفينيشن فيه لكل التفاصيل اللي احنا عايزينها، صح؟ هعمل نفس الفكره بالظبط، انا هقول له عايز اعمل فايل هسميه برودكتس، دوت موديل دوت تي اس تي اس، وقمت عامل هنا بيست بس ولا كلاس بقى اسمه يوزر، قلت له كلاس اسمه ايه؟ برودكت اندر سكور اي دي موجوده زمنية، لكن عندنا كمان حاجه اسمها اي دي، عندنا حاجه اسمها النيم، عندنا حاجه اسمها مش عارف ايه كاتيجوري، صح؟ كاتيجوري وديسكريبشن، عندنا حاجه اسمها ديسكريبشن ديسكريبشن وبرايس، عندنا حاجه اسمها برايس، وكان لوبس رايت، ما عندناش حاجه تانيه، صح؟ لا ما عندناش. بس البرودكتس ده كانت قيمته ممكن اخليها فلوت، هنا فلوت 32 قرية، مش عايز فلوت 32 قرية. لو عملنا نمبر مش محددين، طيب قلنا له نمبر وخلاص ماشي، مع ان احنا في الـ يعني كتايب سكريبت، تمام احنا ما قلناش الانواع التفصيليه، لكن هو في انواع تفصيليه يعني خاصه بالداتا تايبس الخاصه بالتايب سكريبت كتايب سكريبت. طبعا هي حاجه كده موازيه للجافا سكريبت طبعا، او بيحاولوا يعني. فاحنا عندنا حاجه اسمها نمبر، عندنا حاجه اسمها سترينج، عندنا بوليان، عندنا انم نيميريشن، عندنا void، عندنا نال اندفاين، في اني تعاملنا معاها، دي الحاجات اللي هي ايه البيزكس بتاعه الداتا تايبس بتاعه التايب سكريبت اللي قلنا احنا قلناهم، يعني اللي هو البوليان والنمبر والسترينج وطبل نيميريشن اني اوبجكت. دول الحاجات اللي هي ايه الاساسيه دايما اللي بنستخدمها في التايب سكريبت. من ضمنهم حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها نمبر، والنمبر بيشيل فلوتنج بوينتس وبيشيل طبعا النمبرز اللي هي الانتجر. طيب معنى ده النمبر كده ايه البرودكتس ك ك ك ك كموديل احنا عرفناه، مظبوط؟ لو رجعنا بقى لملف السيرفيس بتاعنا، احنا كده نادينا على برودكتس وبرودكتس دوت موديل، يعني كل كلامنا سليم، صح؟ قلنا له في اول برودكت، عايزين نعرف بس هنا ايه اي بي اي ده بيساوي، ونفس الباث اللي كان في اليوزرز مع اختلاف ان هو بدل سلاش يوزرز بقى سلاش ايه برودكت، صح؟ طبعا ده برضو عايزين برضو نحل برودكت، عايزين برضو ايه الجزء الاولاني اللي هو الدومين ده نحطه في حته ثانيه خالص غير الاسماء اللي جوه السيرفيس فايل.
بحيث ان لما نيجي نغير الدومين نغيره من مكان واحد، نغير الدومين نغيره من مكان واحد، بدل ما يبقى كده في اكتر من ملف احنا حاطينه في اكتر من ملف، هنشوف له حل. ماشي، هنشوف له حل بحيث ان احنا دي الحته دي تبقى ثابته في مكان واحد، بحيث لما اغيرها تظبط على كل الايه، على كل البروجكت بتاعه. المهم عن عنوان على برودكتس، حلو، ومعرف الهيدرز، وقلت له سيت الاكس اوس توكن، والاكس اوس توكن هيجيبه من الايه، من لوكال ستورج من التوكن، وده طبعا ما فيهوش نقاش، ده احنا متفقين عليه ما عندناش مشكله. طيب الـ بعد كده قلت له ريتيرن ذيس دوت اتش تي تي بي، طبعا ما عندناش اتش تي تي بي، يعني احنا ما ظبطناهوش في الايه، في الانستراكتور، كنا عملنا برايفت اتش تي تي بي ونادي اتش تي تي بي كلاينت، نوع من انواع اتش تي بي كلاينت كلاينت، تمام، اتش تي تي بي كلاينت زي ما كنا برضه معرفين في يوزر. لو دخلنا هنا في الكونستراكتور بتاعنا كنا معرفين اتش تي تي بي من اتش تي تي بي ايه؟ اتش تي تي بي كلاينت، مظبوط؟ نفس الكلام اللي احنا عملناه في الايه؟ في البرودكتس عندنا، جينا في الكونستراكتور وعرفنا ال HTTP من HTTP client عشان نقدر نعمل جيت. تمام، كنا لسه بنكمل هنا، فقلنا فكره ال HTTP client، وقلنا ان احنا ظبطنا الموديل بتاعنا جريتناه، وقلنا ان احنا هنا خلاص، واحنا بنقول له this dot get مش هيجي لي array of users، هقول له لا array of ايه؟ products بقى، array of products هيروح من ال API بتاعتنا اللي هي دي. تمام، بعدها مفيش حاجه، مفيش سلاش، يعني تقريبا برودكتس بس، لا تقريبا برودكتس بس، اما نشوف كده في الباك اند في الراوتس بتاعت البرودكتس، جيت برودكت واحد دي كده بتجيب لي، اما بس على سلاش برودكت بتجيب لي كل البرودكتس، صح؟ على سلاش برودكت والاي دي بتجيب لي البرودكت بعينه. تمام، يبقى على برودكتس، طبعا ممكن نشيل ده كله، يعني احنا ممكن كنا ما نحطش برودكتس برودكت، تبقى برودكتس وخلاص، فاهميني ولا ايه؟ هو يا دكتور فاهمين، يعني ممكن نعمل بس لو عملنا كده خلاص بقى هي برودكتس بس، او برودكتس وسلاش والاي، وانت بتعمل بوست هي نفس العنوان، بتعمل بوت هي نفس العنوان، بتعمل ديليت نفس ال بالاي دي، بس بتبعت الاي دي بس، اختصار ما يعني سهلنا على نفسينا زي ما بيقولوا، يعني اليو ار اي او الاند بوينتس اللي هي العناوين النهائيه اللي احنا بنوصل لها يعني. قلت له والله انا شايف ان ده اسهل والذ يعني، صح؟ اختصار يعني. فبالشكل ده يبقى هي على برودكتس وبس، يعني ما فيش حاجة بعد كده، صح؟ مش يوزرز يوزرز زي ما كنا عاملين، ده هو الـ API كده بالنسبة لي، تمام جدا، ده الـ API URL. طيب، بعد كده الـ headers بعت له الـ headers، بعد كده عملت إيه؟ to promise عشان اللي هينادي على الـ function اسمها all products يبقى promising وينتظر الـ إيه؟ الكود يتنفذ. طيب، وعندنا في الـ get بقى بتاعت الـ products، في الـ get user دي جيت برودكتس كده، الملف بتاعنا اللي كنا بننادي على جيت اول برودكتس ما بقاش فيه ايرور، صح؟ لكن زين لو سليم الريزلت اللي جايه كلها هتتحط جوه البرودكتس، ولو في ايرور هيعرف في الايرور. يبقى كده لو احنا رجعنا بصينا على الداتا اللي عندنا، مفيش حاجه، هو مفيش داتا عندنا ولا ايه؟ مفيش في الداتابيز عندنا داتا، كان عندنا داتا بس مسايبين اي مشاكل. طب ممكن نعمل كونسول لوج كده الريزلت، صح؟ نشوف كده بعد كده اللي بيحصل. في ايرور، انت ما عندكش حق تخش البوليسي عشان احنا كنا عاملين ان هو اكسبايرد بسرعه، احنا مش عارف احنا معذبين نفسنا ليه، ما نخليه اكسباير لفتره اطول. يعني كنا عاملين في الباك اند عندنا واحنا بنجنريت توكن بالجريت التوكن كنا عاملينه ايه؟ طبعا كنا عاملينه كله 3 اورز حلوين، كله 3 اورز، وانت عايز ايه تاني؟ 10 اورز كتير، 10 ساعات 3 ساعات دول حلوين يعني.
بس انا حاسس انه مش بيحصل كده. بس ماشي، تعال نعمل لوجن وعلى برودكتس. قال لي لا في عندك مشكله. المشكله يا عمي قال لي البري فلايت. ليه بري فلايت؟ ما حليناه المره اللي فاتت دي، صح؟ صح ولا يا شباب؟ هتشوفوا تعالى. كنا حلينا المره اللي فاتت الكورس بوليسي بتاعت البري فلايت دي. المره اللي قبل فاتت تقريبا.